ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون بخير، كل حاجة تكون بخير يا رب قادر يا كريم. بصوا يا سيد، طبعا كل الناس دلوقتي بتتكلم على موضوع الحريقة بتاعت استوديو الأهرام. لازم نبقى شايفين زاويتين مهمين بالمناسبة. الزاوية الأولى بالتأكيد هي الناس أصحاب الشقق، السكان، العمارات المحيطة باستوديو الأهرام والمنطقة بتاعت شارع خاتم المرسلين وما إلى ذلك. والحاجة التانية هي الاستوديو نفسه بما يحوي من معدات وأجهزة وديكورات و و و و و كويس؟ دي خسائر ودي خسائر. احنا اللي يهمنا بالتأكيد في الأولوية الأولى والقصوى هي البني أدمين، بيوت الناس، شققهم، دي أماكن لحياتهم. فاحنا مش مختلفين على ده على الإطلاق، ولا يظن أي حد أبدا تحت أي ظرف من الظروف إن الدولة هتتخلى عن الناس، بل بالعكس كانت القرارات شديدة السرعة. يعني مبدئيا فورا هتلاقي رئيس الوزراء بنفسه راح علشان يشوف، وحضراتكم شايفين قدامكم اهو، ادي الصورة مثلا على الشاشة، الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس وزراء مصر موجود هناك في الموقع بتاع الحريق بتاع استوديو الأهرام بيتفقد بنفسه. الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة موجودة بنفسها بيشوفوا اللي حصل إلى آخره. طيب رئيس الوزراء فورا كان عنده تصريح شديد الوضوح، وبالمناسبة أقدر أقول لك متوقع جدا، وهو إنه الدولة هتتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان عليه قبل الحريق. ده بخصوص إيه؟ خلي بالك ده بخصوص الأهالي. ورئيس الوزراء قال نصا، قال الأهالي لا ذنب لهم. طيب هنعمل إيه يا دكتور مصطفى؟ دكتور مصطفى قال هيتم صرف مبلغ فوري 15,000 جنيه لكل أسرة مضارة. طيب ال 15,000 جنيه دول دفعة إيجارية بديلة مقدمة مؤقتة لحد ما الدولة هتقوم بإصلاح العمارات والوحدات وإعادتها إلى أصلها، كأنها لسه جاية، لسه مبنية حالا، لسه متشطبة دلوقتي. يعني مفيش حد بإذن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يتضرر، الدولة تتحمل كل شيء. معانا على التليفون دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أهلا بيك يا دكتور نيفين. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة أولا يا فندم. وحضرتك طيب وبخير، ربي يخليك. دكتور نيفين، موضوع الاستوديو ايه اللي حصل؟ محتاجين ان احنا نفهم من حضرتك. طبعا قبل اي حاجة الحمد لله ان مفيش خسائر في الارواح ولا اصابات بالغة، ولا يعني الناس بخير الحمد لله، وده اللي طبعا اللي عايزة بس اصلح معلومة يا استاذ يوسف فضلك. مهمة جدا ان الاستوديوهات والمعدات لم يمسها اي شيء خالص. كل اللي اتحرق ديكور خارجي لحاره مصريه، منطقه شعبيه زي ما باين كده في الصوره على الشاشه، ارض فضاء جوه المساحه بتاعه الاستوديو مبني فيها ديكور لحاره شعبيه منذ عام 86. عظيم. هذا الديكور لما شركات الانتاج بتاجر المكان ده علشان تصور فيه بتجدده على حسابها، فده مش من تكاليف وزارة الثقافة أو الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية. آخر وقت خرج فيه الفنانين والعمال من الموقع أو اللوكيشن بتاع التصوير كان 1:15 صباحا، وتم فصل الكهرباء، وفوجئنا فجرا بالخبر بتاع إن في حريقة كبيرة جدا حصلت. وطبعا يعني زي ما حضرتك شايف كده وزي ما الاعلام ورى الناس كلها، كان في سيارات اطفاء وكل المسؤولين المهمين طبعا على راسهم دوله رئيس الوزراء ومحافظ الجيزه ومدير الامن ووزير التربيه المحليه والدكتوره نيفين القباج وزير التضامن، يعني كل الناس المعنيه كانوا موجودين تفقدوا المكان. طبعا المعمل الجنائي راح وجمع الأدلة وعمل الفحص، والنيابة جمعت مجموعة من العاملين اللي كانوا متواجدين وقت الحريق وأخذت أقوالهم، وإحنا في انتظار التقرير بتاع المعمل الجنائي. طيب
اولا كويس انه ما فيش حاجه من المعدات ولا الاجهزه ولا الاستوديو من الداخل حصل له حاجه، لكن يجي سؤال، بما انه في شركه منتجه هي اللي مسؤوله او بالادق هي اللي خسرت فلوس الديكورات دي، في الحاله اللي زي كده مين اللي هيعوض هذه الشركه؟ هل احنا يعني هنا الوزاره، ولا انه في جهه اخرى، او انه بيبقى في مبلغ تامين؟ يعني ايه اللي بيحصل في الحالات اللي زي كده يا دكتور نيفين؟ أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة، الديكور ده موجود من سنة 86 جوه المنطقة دي، ده متروكات يعني مش بتاع الشركة بعينها. ماشي. هو متساب من أيام فيلم الجوع يا أستاذ يوسف. من سنة 89. أوكي. أيوة، ولا 86، من سنة 86 لما بتيجي الشركة بتحتاج، شركة إنتاج تحتاج لوكيشن بتاع منطقة شعبية، بتجدده على حسابها، وبيبقى ده من تكاليف الانتاج بتاعتها، يعني ما بيبقاش مملوك ليها. ايوه. ولما بيخلصوا التصوير بيسيبوه يمشوا، مش بتاع حد. مفهوم. مش بتاعهم. مفهوم. هي دي الفكره. انما في العموم طبعا الشركه التابعه لاداره الاصول السينمائيه مأمنه مع احدى شركات التامين الكبيره. كويس. على كل المواقع والاستوديوهات التابعه للشركه. كويس جدا. مين بقى يتحمل الخسائر؟ ده اللي هيحدده التحقيق بعد ما يعرف طبعا سبب الحريق وقام ازاي، واذا كان طبعا يعني في اسباب كتير جدا ممكن تكون للحريقه. شركات التامين ده شغلها بقى، بعد طبعا ما بيطلع تقرير المعمل الجنائي بيشوفوا بقى، بيحددوا المسؤوليه، وبناء عليه لو كان في تكاليف بتدفع او تعويضات او كده بيحددها بناء على التقرير شركة التأمين. طيب، عظيم جدا. بخصوص بقى الخسائر المدنية زي ما بيتقال، ألا وهي مجموعة العمارات اللي تضررت بسبب هذا الحريق، احنا شفنا التصريحات اللي قالها الدكتور مصطفى مدبولي انه هيتم صرف تعويضات على سبيل قيم إيجارية مؤقتة للسكان لحين ما يتم إعادة يعني تأهيل العمارات مرة تانية فتعود إلى سابق عهدها. ده المفروض يبدأ من امتى على حد علم حضرتك يا دكتور؟ هو ده بقى طبعا يعني ده شغل المحافظة مع وزارة التضامن مع التنمية المحلية، يعني كل واحد معني بالمنطقة بتاعته، ولكن دولة رئيس الوزراء وجه بأن ده يتم في أسرع وقت. عظيم جدا. أنا بشكرك جدا دكتور نيفين، ويعني نتمنى أن احنا نسمع صوت حضرتك دايما ونشوفك في ظروف بالتأكيد تكون أفضل من كده كتير. أشكرك جدا معالي الوزيرة، كل الشكر دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. إذا بالتأكيد احنا هنلاقي يعني بمنتهى السرعة بتتوالى علينا الأخبار المتعلقة بصرف التعويضات للأهالي، أو بالأدق القيم الإيجارية اللي هتصرف للأهالي. اللي احنا عاوزين نطمن حضراتكم عليه وهو إنه الأهالي ما يشيلوش هم حاجة خالص، الدولة هتتحمل قيمة الإيجارية المؤقتة لحين إعادة المنازل أو هذه العمارات وهذه المباني إلى سابق عهدها كما كانت، وأفضل بالتأكيد مما لا شك فيه يعني. وفي النهاية الناس هترجع بيوتها بإذن الله سالمة وغانمة. أهم حاجة إن إحنا الحمد لله ما حصلش وفيات، النيابة هتقوم بالإجراءات بتاعتها للتحقيق، بعد كده المعمل الجنائي طبعا بيشتغل بالتوازي مع النيابة، وأخيرا شركة التأمين اللي بتتولى عقد التأمين على هذه الديكورات اللي تم يعني احترقها في هذا الحريق الضخم، أو قول حتى الهائل. خليني هستأذنكم، هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. طيب، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ النضارة شكلها طبقتها، انا مش عارف حصل فيها ايه، بس مش دي القصه، سيبكم من النضاره. خلونا دلوقتي في موضوع حريق استوديو الاهرام والديكورات الخارجيه زي ما شرحت لنا دكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافه. معانا على التليفون المخرج مرقص عادل. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. بما انه كله صيام، كل سنه وانت طيب يا مرقص، من غير استاذ ولا حاجه. انا يوسف، انت مرقص، كلنا اخوات يعني. اشكرك، ربنا يخليك يا رب.
احنا مهم عندنا نفهم ايه اللي حصل في الموضوع بتاع الحريق. اللي انا فهمته من الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه انه الحريقه لحد دلوقتي لسه مش عارفين ايه السبب فيها، وانه اللي حصل هو انه الحاره الخارجي هي اللي اتحرقت، وانها كانت معموله من تقريبا 89 من وقت فيلم الجوع. صح. طيب ايه 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 في تصورك ممكن يكون جرى يؤدي الى نشوب حريق بهذا الحجم؟ انا مستوعب انه اكيد كان في مواد قابله للاشتعال، قابله للاحتراق الى اخره. هل كان في مشهد تفجير زي ما اتقال؟ لا هو ما كانش في اي مشهد تفجير ولا حتى مواد قابله للاحتراق في مشاهد حتى قريبه. احنا كنا خلصنا تصوير اليوم ده. اليوم ده اللي احنا في زي ما تفضلت الدكتوره قالت انه في حاره، وفي الناحيه الثانيه كمان في السوق اللي احنا بنينه مبني على مساحه كبيره جدا جدا جدا. السوق والحاره احنا كنا خلصنا اليوم ده تصوير اصلا في البلاتوهات كمان، ما كناش في السوق ولا الحاره حتى اليوم ده بنصور. فكنا في البلاتو اللي هو قبل ما وصلش اليه النيران يعني. وخلصنا تصوير ومشينا وروحنا، وبمجرد ما وصلت البيت جالي تليفون ده في حريق في الاستوديو. فلفيت ورجعت، النار كانت ماسكه في كل الحاره بالسوق ده بالست عمارات حواليها. وحتى الناس يعني كان في سيارات اطفاء كتيره جدا جدا، ويعني مديريه امن الجيزه بصراحه كانت موجودة بسرعة للإطفاء، ولكن ما قدروش يسيطروا عليها. حصل سيطرة عليها بعد 4 ساعات، يعني فضلت النار موجودة 4 ساعات لغاية ما هديت. يعني كل حاجة بقت على الأرض، مشاعر مختلطة طبعا، ولكن كان أهم حاجة الأرواح. ونفكر الناس طب هل الأرواح يعني كويسة، ما فيش حد اتأذى أو ما كانش معروف النار جاية من الاستوديو للخارج ولا من الخارج للاستوديو. يعني مش معروف العماره هي اللي حرقت يعني ولعت في واحد الاستوديو ولا من الاستوديو للعماره، انه كمان كان الاستوديو الناس مشيت واتقفل. فمفيش حتى حاجه تعمل الماس الكهربائي. فاهم قصدي حضرتك؟ فاهمك. طيب هل انتوا لسه ليكوا مشاهد المفروض انها تتصور هناك ولا هتعملوا ايه؟ يعني صدقني مش ده خالص اللي فكرنا فيه دلوقتي. كل اللي كنا نفكر فيه انه نطمن ان مفيش حد حصل له اي اذى، نطمن ان كله عدى على خير، نطمن ان الكرو كله كويس، نطمن ان الارواح بتاعت الناس الاهالي منطقه الشارع كويسه. لسه صدقني مطمنين من ساعتين ثلاثه. احنا كنا المنظر لو حضرتك كنت موجود يعني منظر مهيب، اكيد حضرتك شفت الفيديوهات. منظر صعب 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 صعب. النار يعني حضرتك واقف في شارع خاتم المرسلين من اوله تحس بالنار يعني. تشعر لا الموضوع كان صعب خالص. انت نزلت في ساعتها رحت على طول على هناك؟ اول ما كلموني رجعت على طول على طول، وقعدت لغايه 10 الصبح يعني. فحضرت الموقف نفسه؟ فضلت اتفرج يعني. في النيران بتحاول والناس بتحاول تطفي والنار، وطبعا يعني طبعا مشاعر بقى يعني برضه هي فيها حته يعني ايه، بتشوف بقى نار بتاكل كل حاجه. من احنا من شهر 8 بنحضر وشفنا وكل ده اتبنى وبنين كل ده ديكورات وحاجات، فشفت بتشوف كل ده بيتاكل. ما بين بقى بتفكر في ده وبتفكر في الناس وبتفكر في اللي بيحصل، يعني مشاعر صعبه خالص يعني. الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. لكن بالتأكيد بدأتوا دلوقتي يمكن على الأقل من شوية تبدأوا تفكروا هتعملوا إيه بقى في المشاهد اللي جاية بتاعتكم. يعني ده بقى اللي هياخد مننا يعني يومين ثلاثة. إحنا كنا الحمد لله يعني في حاجات كتيرة كانت مخلصينها، وإحنا في رمضان يعني في خلاص الأيام الأخيرة، ولكن بنقعد بقى بنشوف من كده بحيث إن إحنا نحافظ على الموقف ونحافظ على الجودة بتاعت المسلسل، لأنه الحمد لله كان عامل أصداء حلوة في أول 5 أيام. فبنحاول نحافظ على كل اللي جاي ان شاء الله يبقى بنفس الجوده واحلى كمان. الحمد لله ربنا يحفظكم، وباذن الله ربنا يكتب لكم الخير ويتم تصوير المسلسل ان شاء الله على كل خير، وما بقاش فيه اي حاجه تانية. دي كلها عكوسات. ربنا يستر. الحمد لله ربنا يخليك. الف شكر ليك. كل الشكر لمخرجنا الاستاذ مرقص عادل، ويمكن ده في حديث حول هذا الحريق. هو حريق غريب بصراحه يعني. شوف
اي استوديو في الدنيا، اي استوديو في الدنيا، عشان برضو انت ممكن تتساءل ويا ترى هل ترى ايه اللي ممكن يؤدي الى انه تبقى السنه اللهب للدرجه دي، ده مش عارف العمارات ارتفاعاتها كذا. شوف ما تشغلش نفسك دلوقتي هو ايه اللي تسبب في الحريق، بس عشان تبقى انت فاهم جزء من المنطق الطبيعي اللي موجود. المنطق الطبيعي اللي موجود يا جماعه، اي استوديو في الدنيا لازم هيبقى في مواد طلاء، دي قبل الاشتعال، تنر ده قبل الاشتعال، جاز اكيد لازم يبقى موجود في الراجل ده، انت لو بتشطب شقه الحاجات دي موجوده عندك في البيت، فلازم تبقى انتوا فاهمين برضو علشان ساعات كده الناس بياخدها الخيال وتبدا تنسحب لبعيد، يعني عشان خيالك بس ينزل الى ارض الواقع. اي حاجه ممكن تحصل في هذا الاستوديو او لا قدر الله هي تحصل ان شاء الله ما تحصلش اطلاقا، او حاجه حصلت، الاستوديو ممتلئ بالتأكيد بمواد قابلة للاشتعال، أبسطها الخشب بتاع الديكورات والورق والكرتون وما إلى ذلك، ده أبسطها، ده لو ما كانتش مواد طلاء وتنر وجاز ومش عارف إيه، الحاجات دي كلها. فبالراحة، وأرجو إن الناس ما تستسلمش للأخذ والعطا الكتيرة اللي على السوشيال ميديا كما جرت العادة. خلوني أروح للسباق الرمضاني بقى. وصديقي العزيز جدا اللي هو يعلم مدى محبتي لي، السيناريست الرائع دائما المبهر والذي له نصيب من اسمه باهر دويدار، واللي بيخوض السباق الرمضاني السنة دي بمسلسلين، والمسلسلين الحقيقة أحلى وأهم من بعض. واحد منهم صيد العقارب، وده يعني مسلسل مهم جدا أنك أنت تشوفه، لأنه مسلسل تقدر تقول مسلسل ذكي. ومسار إجباري، وده مسلسل أنا في رأيي من أحلى المسلسلات. قولي ليه بقى؟ أولا مجموعة العمل فيه رائعة جدا، أبطال المسلسل سواء إذا كان عصام أو داش يجننوا. أستاذ رشدي الشامي ده واحد من الناس أنا دايما أقول كده، ولسه قايل الكلام ده يمكن أول يوم رمضان أو أول أو اليوم اللي قبل رمضان على طول، أستاذ رشدي الشامي ده عبقرية فزة في حياتنا في مجال التمثيل والتشخيص لو حبيت تسميها بالطريقه دي. ليه بقى انا عاجبني المسلسل؟ اصل انا بشوفه بصراحه بقى. ليه عاجبني المسلسل بقى؟ لانه مليان ايه؟ الحاجات اللي هي التويكس، الحاجات اللي بتروح فجاه قلبلك الدنيا، الله ده ابوهم ما طلعش ان هو مجرد راجل مات في المستشفى، لا ده طلع ميت مقتول، يقول لي ابوك مات مقتول، ليه بقى؟ لان هم لما فرغوا الكاميرات داش القاروبه، فرغ الكاميرات فشاف واحد داخل، فالراجل بتاع الامن قال له انا بشتغل مش عارف بقالي كام سنه في المستشفى عمري ما شفت الراجل ده فيها، فداش قال له ده كان من شويه لابس زي عامل نظافه زي. صح ولا ايه يا باهر؟ انا كده قدمت لك الدليل ان انا متابع، صح؟ صح صح، برافو عليك، ازيك يا يوسف؟ استاهل سقف. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صوتك هادي او تعبان او منهك او زعلان؟ شغال كتير جدا، وبعدين كنت قاعد بسمعك مستمتع، يعني مبسوط من الكلام اللي انت بتقوله. انا عجبني جدا المصطلح اللي قلته على اساس عارف المسلسل ذكي، هبقى اسالك ليه شايفه مسلسل ذكي. لا دي عايزه لها قاعده، دي بقى دي عايزه لها قاعده، دي بقى تيجي تنورنا ونقعد بقى كده ونتكلم. مسلسل لئيم شويه، مسلسل ذكي جدا. طيب دلوقتي من باب بقى الانهاك والتعب، انت مش هقدر اسميها دبست نفسك في مسلسلين في رمضان، لكن اقدر اقول لك امتعتنا بانك انت مقدم لنا عملين في رمضان، لكن ده شيء صعب. هي جات ازاي انك شلت مسلسلين؟ الموضوع ده غريب جدا. انا السنه دي كان المفروض عندي مسلسل واحد 15 حلقه، مش المسلسلين دول اصلا. لا مسلسل مهم جدا جدا، بعتبره ربما يكون اهم من مسلسل في مشواري، كنت متحمس له جدا، ابتديت فيه من بدري وكتبت فيه 5-6 حلقات، ولانه ظروف التنفيذ المسلسل شديده التعقيد وشديده الصعوبه مع الظروف الاقتصاديه اللي حصلت والظروف العالميه اللي حصلت وكده، تم تاجيل المسلسل. ده كان هيبقى عن ايه؟ خلينا نتكلم فيه بعدين، بس الموضوع معقد جدا. لا لقطه طايره كده بس، لقطه طايره ما تحرقليش حاجه. يعني عن ثنائيه التطرف والالحاد، لو قلنا الموضوع حلو ده جدا جدا. انه يعني ببساطه كنا عايزين نقول انه الاثنين دول هم وجهين لعمله واحده، انه التطرف في هذا الاتجاه والتصرف في هذا الاتجاه. انت عارف ان انا قابلت ناس كانت متطرفه فكريا ودينيا الى ابعد حد ثم الحدوا والحدوا بتطرف؟ يعني هو ده كور المسلسل، يعني ده محتوى المسلسل، انه في كده
انه انت لما تروح لاقصى التطرف في هذا الاتجاه وارد جدا انك تروح كرد فعل لاقصى التطرف في الاتجاه الاخر، لانه الشخصيه المتطرفه ما لهاش علاقه بالفكره اللي بتتناولها او بتعتنقها اكتر من ان هي بتبقى شخصيه حديه بطبعها. جدا جدا صح. الله ينور عليك. طيب فمسلسل فلسفي وصعب ومعقد وكنت شقيان فيه، وبعدين وقف له ظروف خارج عن ارادتنا ومحبط انا جدا، وخلاص الموسم يعني خلص عليه العضو منه العضو. دي ثاني سنه قعدت ثاني سنه كنت شغال، وجالي مكالمتين بينهم حوالي 25 دقيقه. حلو. مكالمه طلب مسلسل للنجم كادر عبد الرازق، ثم بعدها ب 25 دقيقه مكالمه من الصديقه العزيزه دينا كريم بتقول لي انا عايزه مسلسل بطوله شابين. بينهم 25 دقيقه في عز الاحباط. اوكي. فابتديت اشتغل انا الفكرتين دول، فكره مسار اجباري وفكره صيد العارب، موجودين عندي من قبل كده، شغال عليهم من قبل كده، واحده من 2014 واحده من 2015. كل ما الاقي نفسي فاضي اطور فيهم شويه واشيلهم. عرضت دي هنا ودي هنا، انا برضو ما عنديش امل ان المسلسلين يعني يمشي حالهم، انا بسعى وخلاص. ربنا عايز كده. هنا توافق وهنا توافق، هنا مضينا وهنا مضينا، هنا بتتوكل على الله وهنا بتتوكل على الله. فكان عبء كبير جدا في المرحله الاولى. في مسار اجباري انا عملت قدمت الفكره، ثم بعد كده المعالجه التفصيليه، ثم عملت تتابع لل 15 حلقه، ثم كتبت اول خمس حلقات. ايوه. وجت نادين خان وكتبت الخمس حلقات وعدلنا وبتاع، وصلنا للنسخه الفاينل وهكتب بقى ال 10 حلقات التاليين. حصل انه دخلنا في مرحله زمنيه من الموسم بقى الموضوع صعب والناس كلها توترت، سواء في المشروع ده او المشروع ده. فتم الاتفاق بشكل ودي بيني وبين الاستاذ دينا كريم والاستاذ عماد ربيع انه انا هكتفي بان انا عملت المعالجه والتتابع بتاع الحلقات وكتبت الخمس حلقات الاولى، ويتم الاستعانه باي حد من الزملاء يكمل بعد كده، واذا احتجتوني في حاجه يا جماعه انا موجود وبتاع. وبالتالي تم الاستعانه بزميلي الفاضل المحترم الاستاذ امين جمال، كلموه والراجل مشكورا يعني احتراما لاداب المهنه طلبني بالتليفون الاول. قلت له لا يا امين ده انت وجودك يسر المشروع وكده وتوكل على الله، وهو استعان بالزملاء امين الداوي ومحمد محرز وكملوا هم الرحله، وانا تفرغت لاستاذ عياد. لكن ما كانتش دي الخطه والله خالص، يعني ده كان احنا كنا قاب قوسين او ادنى اني ما ابقى مش موجود في الموسم اصلا. لا خالص، انت لا لازم تبقى موجود، بالعكس. ده احنا يا بختنا المره دي بعملين زي ما يقولوا كده في الجمله المعتاده، السباق الرمضاني. انا بشوف رمضان السنه دي رمضان حلو حلاوه، لانه متعب. انت تبقى قاعد محتار هتتفرج على ايه امتى، لانك عايز تتابع، مش بس بتبص على رمضان وبعدين تختار بقى هكمل مع اني مسلسل. الحقيقه انه كل المسلسلات فعلا تستحق انها تتابع بجد. يعني هقول لك انا يعني الحقيقه السنه دي وده مجهود يعني تشكر فيه الشركة المتحدة، لجنة المحتوى الدرامي، الأستاذة علا الشرعي، كل القائمين على المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة، إنه كان عندهم من الوعي من بدري جدا وهم بيختاروا المشاريع اللي يقدموها إن تبقى المشاريع مش شبه بعض خالص، يعني أنت تبقى كل الألوان ممثلة، كل أطياف الدراما ممثلة، كل الفئات العمرية للنجوم ممثلة. عندنا بوكيم فعلا متنوع، احنا كنا افتقدنا الحكايه دي بقالنا كتير، انه تقريبا بتلاقي نص المسلسلات كده شبه بعض، يعني هو مسلسل واحد بتجليات مختلفه، فاهم، كل واحد عامله بطريقته لكن هو نفس. لا السنه دي مش كده، السنه دي فعلا رمضان ممتع، ممتع جدا. يعني جدا. هشوفك امتى يا استاذ؟ انت تؤمر. لا العفو، انت اللي تؤمر طبعا. انا هخلص يعني ممكن اخلص على نص رمضان. حلو. النص الثاني في رمضان انا هنال. عارف انت الجمله بتاعت الاربعينات يقول لك انا قتيلك؟ انا قتيلك. لا لا انا مستنيك. خلص وهتلاقيني عمال بزن 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 لحد ما نتقابل. لا ده انا اتشرف. لا ده انا اللي اتشرف، انت عارف انا احبك واقدرك قد ايه يعني، ربنا يخليك يا رب. اشكرك جدا 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 مؤلفنا وكاتب السيناريو الرائع دائما باهر دويدار. قبل ما اطلع الفصل، انا مش قادر اطلع الفصل من غير ما اقول لكم مدى اعجابي الشديد بالحشاشين. مسلسل الحشاشين يا سادة، أولا شوفوا بقى، ده جد والله العظيم، ربنا يحاسبني يعني. رمضان السنة دي حلو حلاوة لا توصف في مسلسلاته، وبجد المتحدة تشكر من القلب على الجهد الرائع اللي عملوه في أنه يبقى في عندنا هذا القدر من التنوع في مسلسلات رمضان، وهذا القدر كمان من التنوع على مستوى الكتابة والتمثيل والإخراج والمواهب الجديدة وهكذا.
ومش هتكلم على بابا جه عشان ده بطولة أكرم حسني، وأكرم حسني ده صاحبي، فأنا مش هتكلم دلوقتي على أكرم، لو اتكلمت هتكلم مع نسرين. أكرم لأ، نو نو نو. طبعا أنا أكيد بهزر. إيه ده نسرين معانا على التليفون؟ معقولة؟ ألو، إزيك يا نسرين؟ عاملة إيه؟ أقول لأكرم إن أنت مش عايز تتكلم. قولي له مش هكلمه لمدة 35 سنة لقدام لو ربنا كاتب لنا عمر. ليه بس يا يوسف؟ ده أكرم طيب. أكرم ده غلس، لا يمكن. لا ده طيب قوي. أكرم ده عشرة عمري، أنت مش متخيلة. يعني لسه كنت قبل رمضان بكلمه، أنا وأكرم أصحاب عمليا دلوقتي بقالنا 21 سنة. أنا مستحمله إزاي معرفش، وهو مستحملني ازاي بغلاستي دي معرفش. ازيك يا يوسف؟ وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. اخبارك ايه؟ الله اكرم. الحمد لله كويسه الحمد لله. نسرين، انت من الناس اللي انا بشوفهم طول الوقت وانا سعيد ومستمتع طول الوقت باي دور بتقدميه، وده من الحاجات اللي دايما بشوفها غريبه، لما الممثل يقدر يقدم لي الشخصيه اولا اللي تفطسني على روحي من الضحك، وانت بتعملي كده. ولو سالتي اكرم هيقول لك يوسف من اغلس الناس وما بيضحكش على حاجه بجد. انا غلس، انا مذهل. ومن ناحيه تانية مقنعه في اي دور جد او دور دراما او دور فيه سنه شر على سبيل المثال، يعني زي احكي شهر ذات كده كان فيها ايه حبه شر حلوين. فحملة فريزر طبعا كوميديا صارخه، يعني هقعد اعد، فانا مش هعد كل ده. في المسلسل بقى بتاع بابا جه، وبرده انا شفته بس كنت بحاول ابعد مشاهد اكرم عني. انا بنكشه. لا ده حب جامد، ده حب جامد. انا بنكشه اكرم ده عشره. لكن انت قدمتي الحاجه اللي بين الاثنين، الجد وفي نفس الوقت خفة الدم. طب الحمد لله. وبشوف انه ده اصعب يعني. والله يا رب نبقى فعلا خفاف كده على المشاهدين. وهو دور جد طبعا، هو دور جد، زوجة مضحوك عليها رغم كل المسؤوليات اللي هي شايلاها، بس مضحوك عليها بقى من جوزها ومغامراته، ولسه هنشوف بقى ونتابع. اكرم عامل فيكوا ايه؟ احنا لسه بنصور. اصل اكرم امبراطور اللا معقول. اي شيء غير معقول ممكن يعمله. لا بس بجد مبسوطه جدا ان انا اشتغلت معاه، اول مره اشتغل معاه. ومبسوطه جدا 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 بالشغل، والحمد لله ان الشغل طالع حلو وعجب الجمهور. وبناكل كتير طبعا في اللوكيشن بسبب اكرم. لا ده كده خاسس. بالظبط. ما انا عارف، ما ده اللي عرفته. كده 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 اكرم خاسس. طب شفتي اكرم وقاعد بيعمل جداول ومعاه مساطر كتير واقلام ملونه؟ عارفه. شفتي المشهد ده؟ عنده مشكله. لا هو السكريبت بتاعه غيرنا. بقول له اشمعنى انت والورق بتاعك ملون؟ تحس ان هو كان امين مكتبه. يعني منظم قوي ومطبوع في حته تانية غيرنا، وكل حاجه مختلفه. طيب عموما سيبنا من اكرم، اكرم احنا مش هنهتم بيه في المكالمه دي على الاطلاق. أيوة. احنا خلينا بقى في المسلسل. انا عايز افهم منك المسلسل ده انت شايفاه ازاي؟ في انهي اطار؟ انا شايفاه في اطار، بس يعني هو لسه الحلقات اللي قدام هتبين، وده سبب من الاسباب اللي انا حبيت جدا ان انا اشتغل فيها، ان هو يعني بيلقي الضوء على دور الاب في الاسره، وعلى اهميه الاب في الاسره، وان هو مش موضوع ان هو مش اهم حاجه ان هو يشتغل ويجيب فلوس، لا، العلاقات اللي ما بين الاسره مع بعض والاب دي اهم يعني. طيب الدور اللي بتقدميه، يعني انت لما كنت بتقولي انا بقدم الدور جد، بس هو لا يخلو من خفه ظل، عشان كده انا بقول لك انا بشوف التركيبه دي بتبقى صعبه، انك تحافظ على خفه ظل ام وزوجه مصريه، ودي طبعا لوحدها اطار مخيف. والام والزوجه المصريه دول مخيفات دايما. وفي نفس الوقت انه هذه الصرامه المعروف بها السيده المصريه عندك برضو الروح، يعني في خفه الظل. طب الحمد لله، الحمد لله ان هو طلع كده، الحمد لله ان انا عرفت اعمله. انت ما كنتيش ناويه على كده ولا ايه؟ لا كنت ناوية. بس كنت الحمد لله ان هو طلع كده، ما مش كل حاجه ناوية عليها بعملها، بس الحمد لله ان هو طلع كده وعجب. باذن الله. وهتخلصوا التصوير على امتى؟ كمان اسبوع كده، 6 ايام ان شاء الله. طيب ايه رايك تنورينا الاستوديو بعد ما الاسبوع ده يعدي بيومين؟ يا ريت. استريحتي وتنورينا وتشرفينا. يا ريت. نتكلم على بابا جه ونتكلم على حاجات كتير. نقول لاكرم ولا بلاش؟ لا
ما تقولي لي بلاش طبعا. غير مرحب. اكرم اكرم ينور في اي وقت طبعا، هو عارف، هو عارف. اكرم مش محتاج عزومه يعني، ولا انت محتاجه عزومه؟ لا لا انا اجي لك بعد التصوير اعمل اي حاجه. يا ريت. تنورينا جدا جدا جدا. كل سنه وانت طيبه وربنا يوفقك دايما. وانت طيب وميرسي يا يوسف جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. ربنا يخليك يا رب. وانت طيبه. الله اكرم الله اكرم. طيب النبي يا جماعه، انا عايز اتكلم على الحشاشين. الحشاشين فعلا مسلسل حلو، وفعلا مسلسل مهم، وفعلا مسلسل يستحق المتابعه. انا شفت كل المسلسلات، وكنت لسه بتكلم انا وزميلي وصديقي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحررنا الهمام. انا بتفرج انا وهو تقريبا على المسلسل بنفس الطريقه، بشوفه مرتين في اليوم. يعني بشوف الحلقه الاول ما بتتذاع، وبعدين بشوفه الحلقه بتاعت بالليل. ليا كلام تاني عن الحشاشين بس بعد الفاصل. الحشاشين بقى خلاص كده، يعني دي بقى مرحلتي، لازم اتكلم عن الحشاشين. زي ما قلت لكم المسلسل ده يا جماعه، تعالوا بقى ايه واحده واحده. المسلسل ده متنفذ بشكل حلو ودقيق ورائع الى ابعد حد ممكن. اكاد اجزم انه ده اقوى تنفيذ شفته في حياتي في مسلسلات ناطقه باللغه العربيه. ناطق حتى المسلسلات التركي، يعني باعتبار ان احنا بنشوف التركي مدبلج فهعتبرها مسلسل نطق بالعربية، واللي ترك اصحابنا برضو. انا ما شفتش تنفيذ كده في عمري. عارف يعني ايه في عمري؟ اهو 49 سنة انا فعلا ما شفتش تنفيذ بهذا الشكل. بيتر ميمي، انت لازم تاخد كاس العالم احسن مسلسل، يعني لازم في حاجه كده، جايزه احسن مخرج مسلسل في العالم. بيتر ميمي كاس العالم جدا جدا جدا. طيب الصديق العزيز جدا عبد الرحيم كمال، هتبقى شهادتي مجروحه بس تسلم ايديك، لانه السيناريو مشوق. مش بس بقى المساله ان احنا كاتبين، خلي بالك انه في ناس يقول لك اصل الحشاشين وحسن الصباح والموت وسمرقند وكتاب الحشاشين على كل، لسه بنتناقش انا ويونس برضو، انا ويونس بنقعد نتكلم في قصص الحاج كتير جدا قبل الحلقه. في عندنا اكتر من روايه واكتر من طرح وشخصيه جدليه الى ابعد الحدود، وقد يشكك البعض حتى في مساله وجودها. يعني هو بجد كان في حد اسمه حسن الصباح ولا ما كانش؟ يعني الجدل واصل على الشخصيه للدرجه دي. فلما تيجي تنفذ المسلسل وفلان بقى عاوز يحط مقارنه، يا جماعه كل واحد بينتج برؤيته وبطريقته وباللي هو شايفه، ويكتب بالطريقة اللي هو شايفها، ويخرج بالطريقة اللي هو شايفها. وده مش معناه ان فلان احسن من فلان وعلان احسن من علان، مسألة ما بتجيش كده على الاطلاق. يعني باعتبار ان انا من الناس المتيمة على سبيل المثال بالادب الانجليزي، وتحديدا ويليام شكسبير، انا شفت مسرحية ماكبث 10 مرات لعشر مخرجين بالتأكيد بعشر ممثلين مختلفين. وشفت كمان تجليات ماكبث، يعني تجليات ماكبث وهو حديث، ومكبث بشكل كلاسيكي يعني، وهكذا. الـ 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 من ضمن الحاجات الأخيرة اللي أنا عايز أقولها على مسلسل الحشاشين، وإن كنت أعلم إن هو ملوش فيا بس دي الحقيقة، أحمد عيد 100 100. أحمد عيد مهول. أنا شهادتي في الشخصيات الثلاثة، سواء إذا كان حسن الصباح، نظام الملك، عمر الخيام، أنا قلتها. لكن أحمد عيد وقدرات تمثيلية فائقة فائقة. أحمد عيد خدنا زمان في حتة الكوميديا. أحمد عيد ممثل فائق فائق، وبصراحة يجنن. اللي فيا ملوش فيا، أنا راجل موضوعي في هذه الأمور. بالمناسبة وأنا بحبه حتى وأنا عارف إن هو ملوش فيا، وهو لو شافني في يوم من الأيام وقال لي أنت ليه قلت ملوش فيا هبقى أفكره ساعتها، بس مش مهم، مش من باب العتب أو اللوم. تعالوا بقى نروح لممثل من الناس الفائقة جدا، واللي أنا لما قابلته هنا في البرنامج ده في الحتة دي وقلت له كده، ده ممثل عبقري، هشام إسماعيل.
هشام اسماعيل اللي طالما خدنا برضه في الحته بتاعت الكوميديا، بس هشام اسماعيل لما بدا يخش في تجسيد شخصيات لحم ودم وروح من حياتنا طول الوقت بياخدنا في حته تانية زي ما بيتقال خالص، في حته تاسعه. يعني هشام اسماعيل قادر على تجسيد اي شيء وفي اي عصر. هشام اسماعيل في عتبات البهجه بيجسد دور مدرس كيمياء ويمتلك سنتر تعليم بالمشاركه مع بطل العمل طبعا الدكتور يحيى الفخراني. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا هشام؟ يا مساء الفل يا استاذ يوسف. يا مساء السعاده يا استاذ هشام، كل سنه وحضرتك. وانت بالصحه والسلامه. مساء البهجه فعلا. وبعدين احنا اتفقنا من سنه لما اتقابلنا ان مفيش استاذه. صح مظبوط. لما قلت لك انت مش كنت تجاره خارجيه، قلت لي عرفت؟ قلت لك لا انا عارف انا عارف. صح تمام. طيب احنا مفيش استاذ. هشام كل سنه وانت طيب، ده اولا، ورمضان كريم ده ثانيا. الله يكرمك يا يوسف، الله اكرم، وربنا يسعدك. ربنا يكرمك يا رب باذن الله علينا جميعا. احكي لي على دورك السنه دي في المسلسل وشغلك مع الدكتور يحيى. والله بدايه شغلي مع الدكتور يحيى ده اللي عمل التاني ليا معاه. كنت اتشرفت بالشغل معاه في مسرحيه اسمها ياما في الجراب يا حاوي. كنت بحل محل الاستاذ اياد نصار. الصوت فيه مشكله ولا حد فيه مشكله؟ صح؟ لا انا سامعك. طيب انا اسف. كنت حليت محل الاستاذ اياد نصار لحوالي 7 ليالي عرض. واشتركت مع الاستاذ يحيى، وكان طبعا حلم بالنسبه لي. انا اصلا من عشاق المسرح، ولقيت نفسي بقف على المسرح جنب استاذ يحيى الفخراني. وانا الند اللي ضده وكده، فخدتني الجرأه والحماسه بقى، فبدات ايه احلى من اشتغل بعد التلفزيون. حلو. من حظي السعيد ان انا يعني ليا شغل كل سنه مع شركه العدل جروب، فانا تمام، وكل ربنا بيكرمني معاهم كل عام بعمل جيد. من جميله السنه اللي فاتت لاحلام سعيده ضد الكسب، فكان من حظي السعيد ان استاذ جمال العدل ودكتور مدحت العدل رشحوني بزور عبد البديع. واللي زاد بقى حلاوه وجمال انه غير الحلم اتحقق مع استاذ يحيى الفخراني بعمل تلفزيوني، اني بشتغل كمان مع العملاق استاذ مجدي ابو عمير. طبعا كله بقى انت عارف اللي هو انت احلامك بتتحقق، اللي انت وانت طفل بتتفرج على مال والبنون. صح. والضوء الشارد والاعمال العظيمه اللي الاستاذ مجدي ابو عمير اخرجها، اللي هو انا بالنسبه لي ده يعني كمشاهد انا مبسوط اني اتفرجت اصلا، بس ما بالك امثل معاه يعني. فالحمد لله يعني مكرم من ربنا، الدور حلو قوي. ودكتور مدحت العدل حتى كلمته قلت له انا حاسس ان الدور يعني ما فيهوش ابعاد، هو لسه قال لي بقول لك ايه ابعاد مين؟ انت هتخليه في حته ثانيه، فانت انطلق مالكش دعوه. كم جاره العدل. الحمد لله دكتور مدحت كتر خيره، يعني شجعني جدا في هذا الامر، واستاذ مجدي ابو عمير قال لي اديله بقى طعمك واعمل اغاني واعمل يعني كانوا الحقيقه مشجعيني، واحساس الثقه فيا من بدايه من دكتور يحيى لدكتور مدحت العدل استاذ جمال العدل استاذ مجدي ابو عميره، بيديني احساس ان انا في مكان صح، يعني انا ماشي في طريق سليم. يعني ده مما لا شك فيه. اذا كان كل المشاهدين بتتكلم على 110 مليون مصري، لو افترضنا ان منهم 60 مليون بيتفرجوا على التلفزيون، فكلهم واثقين فيك وبيحبوك، ده مما لا شك فيه. يا رب يا رب يا رب. دايما دايما من صعود الى صعود ومن تالق الى تالق، انت فعلا بتشتغل كل خير والله العظيم. الله يخليك يا يوسف، ده من ذوقك والله. يا رب يخليك. لسه المخزون فيه كتير، بس اللي يدوني فرص في الملعب جامده بس. يا باشا قدها وقدود، والفرص ان شاء الله على قفا من يشيل. احنا هنبقى ماشيين مش عارفين نعمل ايه في الفرص دي، اقبل ايه وما اقبلش ايه. باذن الله يا ربنا باذن الله يكرمك. الناس تبقى مبسوطه يا رب باذن الله. باذن الله دايما الناس مبسوطه انها بتشوفك وبتشوف ادائك اللي دايما رائع ومبهر، ودايما فعلا بتضيف لاي دور بتقدمه. انا بشكرك جدا يا هشام، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بيكم معانا. مهم جدا انك انت برضو لازم تكون متابع جيد للدور المصري، والدور تحديدا اللي بتلعبه مصر في مساعدة وفي انقاذ وفي استمرار الحياة في قطاع غزة. استحالة كان رمضان يعدي ومصر ما تكثفش المساعدات اللي بتقدمها للقطاع. مش هقولك تستمر في تقديم المساعدات، لا، المسألة بالنسبة لمصر ابعد من ذلك. ده رمضان.
رمضان على المصريين زي ما هو رمضان على اخواننا واهالينا الفلسطينيين. الاحتياج اكيد بيتزايد، احنا ابدا لن نقف مكتوف اليد ولا نقف في موقف المشاهد ولا في موقعه الا وهو المشاهده فقط، دون تحرك، دون تقديم مساعده حقيقيه قدر استطاعتنا لأهالينا في غزة، وبالتالي بنكثف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة فلسطين. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن دي المساعدات والمهمات الإنسانية اللي بتحملها طائرات الجيش المصري، طائرات القوات المسلحة المصرية، دي المساعدات اللي بتقدمها كل مصر، بيقدمها الشعب المصري لإخواته والأهله في قطاع غزة. هل المسألة متوقفة على كده؟ لا، مصر كمان لا زالت تصر وتشدد على أنه الكيان الصهيوني لازم يخفف قدر ما يمكن من مسألة التعنت في إيصال المساعدات لأهالينا بالطرق الأخرى والمختلفة. لا زال الكيان الصهيوني الحقيقة بيمارس تعنته وبيمارس جهله وجهلته وبيمارس وحشيته حتى في مسألة ان احنا نقدر نوصل المساعدات كما يجب لأهلينا في القطاع. لكن مصر ابدا لن تقف صامتة، ابدا لم تقف صامتة، لم تقف مشاهدة، لم تقف مكتوفة اليد، وانما تستمر في الدفاع عن هذا القطاع على كل المستويات الممكنة والمتصورة وحتى التي لم يكن احد ان يتصورها. يمكن بده استأذنكم في انه الحلقة خلصت، لو كان لنا العمر ان شاء الله هنقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.